معنا صارت لا ضوى السماوات توري هذه بغيتي وهذا رجائي وعلى ذا بنيت كل أموري يا حبيبي ومن جاي وملاذي وعيالي وسر أسرار أطوري اللي بيكون سبتون فضو عراها ليضيف الوجود من صباح نوري إنني قاصر عن السعي فيكم وبكما تجي كمال قصوري كل هذا سهل عليكم ومنكم بعد ذا تاوي تجي زوالا سلتوري وعلى المصطفى حبيبي صلاتي وسلامي عليه طول الدهور وعلى له الكرام وصحب ما تغنت على الغصون الطيور أوسرتنا سمة سحيرا فأبدت من كمين الفؤاد ما في السطور ليس إلا بكم يتم بسروري يا حضوري في غيبتي وحضوري. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من كلام الحبيب عبد الله بن محسن العباس رضي الله عنه قال الحبيب علي بن محمد الحبشي من أثناء قصيدة له وللباب العظم لازم ما هو الباب العظم فقال رضي الله عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم فالأبواب كلها مقفلة إلا بابه صلى الله عليه وسلم وما هو الصفاء الذي ذكره الحبيب علي في أول هذه الأبيات بقوله ما أهل الصفاء أحضر وساهل فقال رضي الله عنه هو الصفاء من جميع القدورات فأهل الصفاء قلوبهم صافية ليس فيها شيء من القدورات فهي كالمرأة كل ما يقابلها يذهب فيها وسئل رضي الله عنه عن قول الحبيب عمر بن عبد الرحمن القطاس لو احتجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عدت نفسي من المسلم وانزاحت الافجار جاء الفرج وانكلا جاء بذا يبتور سبحان من قدرة حارت بها دعوني
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
وقال